أنا هنا عبد الرحمن إسماعيل من مواليد الإسماعيلية، ساكن في أرض الجمعيات. تعرفت على واحد اسمه وديع فالكس، ده متأجر المسرح الروماني من محافظة الإسماعيلية. اتفقت معاه ومع زميلي محمد جمعة إن إحنا نعمل حملة إعلامية وصحفية كبيرة ضد الكرفانات الموجودة على الدايري، وعشان كمان يتاح له ان هو يأجر المحلات اللي هو بيعملها في المسرح الروماني. وبدأنا بالفعل في ده مقابل مقابل مادي شهري قيمته 3000 جنيه. وبدأنا بالفعل ان احنا نعمل الحملة الإعلامية دي. وبعدين كان الفيديو الأخير طبعا كان بيتضمن فيديو مفبرك عن تعاطي المخدرات في المنطقة بتاعت الكرفانات، طبعا ده على غير الحقيقة. صورته من منزل أحد أصدقائنا، وطبعا للأسف هو طبعا عمل حالة من الخوف عند الناس. أنا بعتذر للناس وكل اللي شافوا الفيديو، وده طبعا خطأ كبير جدا، أنا بعتذر عنه في الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد جمعة مبارك من الإسماعيلية. اتفق معايا هاني عبد الرحمن إسماعيل علشان نعمل مجموعة من الفيديوهات المفبركة ونعمل حملة على الكربونات الموجودة على الطريق الدائري. طبعا خلفية الموضوع دون إن هاني طبعا اتعرف على رجل اعمال اسمه وديع فالتس. وديع فالتس ده مستأجر المسرح الروماني على الطريق الدائري بمحافظه الاسماعيليه، واللي طبعا نتفق معاه علشان نعمل الحمله الاعلانيه الكبيره دي للمسرح من خلال صفحاتنا ومقابل مبلغ مادي، وطبعا ان هو بيتضرر فيها اللي هو وديع من اصحاب الكشاك والكرفانات الموجوده امام المسرح. اتفق ان نعمل مجموعه من الفيديوهات طبعا المفبركه لتلك الكرفانات، طبعا ادعينا فيها انها بتستخدم في ترويج وتعاطي المخدرات علشان نضغط على الدوله تشيل الكشاك طبعا دي لصالح وديع فالتس. وكان المقابل ان الفيديو هيبقى طبعا 500 جنيه. وجالي هاني وعملنا الفيديوهات في بيت واحد صديق، وعملنا فيديو اللي هو ده، وفعلا الفيديو ده كان يعني مفبرك، وانا طبعا بعترف بخطئي واني ده اخطات ان انا فعلا مشيت وراه وسمعت هذا الموضوع، لان الموضوع ده كله خطا وليس لا رئاسه من الصحه.